لا تقوم الساعة على أحد يقول لا إله إلا الله، وفي حديث آخر لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله. والله حضرت مؤتمراً للأسرة، والله في هذا المؤتمر نخبة من علماء النفس والاجتماع في العالم العربي، والله الذي لا إله إلا هو أول يوم كان فيه 8 محاضرات، واليوم الثاني 4، وما ذكر أحد كلمة الله، ولا الإسلام ولا الدين أبداً. موضوع الدين نحي جانباً، عن قصد غُيب الدين ولا أحد قال كلمة الله، مع أن الأسرة ألصق موضوع بالدين، ألصق موضوع بالإسلام. الآيات والأحاديث لا تعد ولا تحصى في توجيه الأزواج والزوجات أبداً. علم نفس، علم اجتماع، ونستورد العلوم من عالم إباحي ملحد. قد يأتي طبيب نفسي، بماذا ينصح الشاب المريض؟ بأن يكون له صديقة، صديقة خارج نطاق الزوجية، هكذا تعلم هناك. إذن لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله، بأي لقاء، بأي اجتماع، بأي بحث، بأي ندوة لا يطرح موضوع الدين أبداً أبداً. ولا تقوم الساعة إلا على حثالة من الناس، هم بطنه، هم فرجه، هم المتعة، هم الرحلات، هم السفر، هم الوجاهة، هم الكبر، هم حوزة أكبر مبلغ من المال ليستمتع به، ولو بنى مجده على أنقاض الناس، ولو بنى غناه على فقرهم، ولو بنى قوته على ضعفهم، ولو بنى أمنه على خوفهم، ولو بنى حياته على موتهم. لا تقوم الساعة حتى تروى الأرض دماً، كل يوم بقع الدم بمساحات كبيرة، على السيارات، على الطرقات، بالمستشفيات، بقع الدم والقتلى، حتى تروى الأرض دماً ويكون الإسلام غريباً. لا تقوم الساعة حتى يكون كتاب الله عاراً. ألم يدل الناس في أمريكا؟ ويتقارب الزمان وتنقض عراه عروة عروة، يتهم الأمناء، يصدق الكاذب، يكذب الصادق، يكسر الهرج. قالوا وما الهرج يا رسول الله؟ قال القتل، ويظهر البغي والحسد والشح، وتختلف الأمور بين الناس، ويتبع الهوى، ويقضى بالظن ويقبض العلم، ويظهر الجهل، ويكون الولد غيظاً. والله مئات الاتصالات يشكون من أولادهم، أولادهم عبء عليهم، بلاء من الله، ولد ليس فيه أدب ولا علم، يأتي بعد منتصف الليل يتطاول على أمه وأبيه، يكسل ضرب إخوته، يأكل وحده، يطالب بالمال بكل وقاحة. لا تقوم الساعة حتى يكون الولد غيظاً. والله إنسان أحبه، له ابن أقسم بالله إذا دهس بمركبة ليقيم مولداً ابتهاجاً بموته، يكسر كل شيء، يبتز من ماله، يركب عليه الديون، هكذا قال النبي الكريم، حتى يكون الولد غيظاً والمطر قيظاً ويفيض اللئام فيضاً. إذا إنسان أكرمك يعمل لك صدمة، ما الذي حدث؟ الأصل هناك من يبتزك، هناك من يقيم أمامك العقبات، يفيض اللئام فيضاً ويغيض الكرام غيضاً، ويجترئ الصغير على الكبير واللئيم على الكريم. قيل ما الذل؟ قال أن يقف الكريم بباب اللئيم ثم يرده. والله والله مرتين، كما قال الإمام علي رضي الله عنه، والله والله مرتين لحفر بئرين بإبرتين، وكنس أرض الحجاز بريشتين، ونقل بحرين بمنخلين، وغسل عبدين أسودين حتى يصيرا أبيضين،
أهون علي من طلب حاجة من لئيم لوفاء دين. ولا تقوم الساعة حتى يسود كل قبيلة منافقوها. الرواج للمنافق، ويقول عليه الصلاة والسلام: سيكون قوم يأكلون بألسنتهم، كيف أن المرأة الزانية تأكل بثدييها، تبيع عرضها من أجل أن تأكل. هناك عهر فكري، عهر فكري. سيكون قوم يأكلون بألسنتهم بالنفاق، يتحدث بما لا يؤمن من أجل أن يسترضي غنياً أو قوياً، رزقه النفاق. يكون في آخر الزمان رجال يختلون الدنيا بالدين، فتاوى لا تعد ولا تحصى، كلها تخالف أصل الشريعة تملقاً للناس وللأقوياء. يختلون الدنيا بالدين، يقول لك عمل خيري، حفلة راقصة يرصد ريعها للأيتام، دخل الحفلة الراقصة مع الأيتام. يا نصيب خيري، هذا يا نصيب هدفه إسعاف الفقراء. يختلون الدنيا بالدين، يلبسون للناس جلود الضأن من اللين، ألسنتهم أحلى من العسل، قلوبهم قلوب الذئاب. يقول الله تعالى: أبي يغترون أم علي يجترئون، فبي حلفت لأبعثن على أولئك منهم فتنة تدع الحليم حيران. ويقول عليه الصلاة والسلام: يخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان، سفهاء الأحلام، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يقولون من خير قول البرية، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. ويقول عليه الصلاة والسلام: يخرج في هذه الأمة في آخر الزمان رجال معهم أسياط كأنها أذناب البقر، يغدون في سخط الله ويروحون في غضبه. ويقول عليه الصلاة والسلام: سيجيء في آخر الزمان أقوام تكون وجوههم وجوه الآدميين وقلوبهم قلوب الشياطين، أمثال الذئاب الضواري، ليس في قلوبهم شيء من الرحمة، سفاكين للدماء، لا يرعون عن قبيح، إن تابعتهم خانوك، وإن غبت عنهم اغتابوك، وإن حدثوك كذبوك، وإن ائتمنتهم خانوك. صبيهم عارم وشابهم شاطر، شيخهم لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر، الاعتزاز بهم ذل وطلب ما في أيديهم فقر، الحليم فيهم غاو والآمر فيهم بالمعروف متهم، المؤمن فيهم مستضعف والفاسق فيهم مشرف، السنة فيهم بدعة والبدعة فيهم سنة. عندئذ يسلط الله عليهم شرارهم ويدعو خيارهم فلا يستجاب لهم.